على مستوى الأب والأم، على مستوى البيت. في جزء تاني التفاعلات مع الأشخاص كبار السن برا البيت، مثلا حتى أبسط حاجة، مثال بسيط جدا جدا، كلمة حضرتك. كانت زمان أي حد أكبر مني في السن لازم أقول له حضرتك، زي مثلا في اللغة الفرنسية مثلا، ما ينفعش أن أنا أوجه له أنت، ضمير أنت ده مش مفروض يتوجه خالص. مثلا أبسط حاجة بنشوف مثلا في وسائل المواصلات، ممكن حد يبقى كبير في السن واقف وحد شاب صغير قاعد، ما يقوملوش مثلا، يقفله. مثلا الخناقات في الشارع، في العربيات مع السواقة مع الزحمة، بنشوف مع الأسف عدم احترام للكبير بيحصل في المواقف اللي زي دي. لا، ده عدم احترامه، كمان منظره يتمنظر، شوف انا زعقت لمين ولا بتاع، ويصوروا نفسهم. اديكي شايفه الصور اللي بتطلع على السوشيال ميديا والفيديوهات. بصي، الموضوع ده ليه اسباب كتير. انا معاكي ان في ال 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 الشباب في نشاط اكبر، شعله نشاط، تحركات، يعرفوا التكنولوجيا احسن منا، يفهموا في حاجات احسن منا، انا موافقه. لكن مش ممكن ننسى ان الراجل اللي انت بتكلمه او الست، حتى لو كان مستواهم التعليمي ادنى منك او حتى مستواهم الاجتماعي ادنى منك، مش ممكن ننسى يا انجي ان ده عاش اكتر منك وشاف اكتر منك. حتى يا سيدي لو كلامه غلط، بس اسمع منه، اعرف الغلط، اعرف عمل ايه غلط فانت ما تعملوش. لكن الانصات، اتعلم تنصت. في حاجات بسيطه يعني، بلاش حتى دلوقتي يا ستي بره، لا بيقولك ده مكان مخصص لكبار السن، الصف ده مخصص لكبار السن. ليه؟ ما هي ليه؟ عشان كمان لقوا الناس الولاد الصغيرين ما بيقوش يفرق معاهم، عايزين يجروا، عايزين يخلصوا بسرعه، فخلاص مين ده اللي واقف؟ ده بيمشي بالراحه، يزق ويجري. لا، ده هيفضل بقى عبال ما يفهم يقعد 20 سنه. طب خليك انت واعمل. الكلام ده بيبتدي الشباب ليه زهوته، والشباب ليه جماله وليه ذكائه وليه سرعته، معاكي، لكن بنتعلم. ومش بس بنتعلم، ممكن نحط نفسنا مكان الأشخاص كبار السن. طب ما هو الصغير ده ما بيكبرش بالظبط. طيب، ده ممكن يحصل معاك في يوم من الايام، كما تدين تدان. وبعدين ال 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 انت يا بنتي، ده دلوقتي لو حد قال لي حضرتك انا بتخض، يعني اقول لك ايه اكتر من كده؟ ايه ده بيقول لي حضرتك؟ الله، وصلنا للحال ده؟ ما ينفعش. خدي بالك بقى، خليني اقولها لهم حاجه، يعني ايه، خلينا نقولها للناس يتبسطوا شويه. دلوقتي اختيار الالفاظ اللي هي فيها الاحترام، زي حضرتك وسيادتك ويا هانم ومن فضلك، ده بيشير الى الرقي في الاخلاق والرقي في التصرفات. وحتى لما الواحد بيعوز يعني يكبر من نفسه او يكبر حتى من وضعه الاجتماعي، لازم يبان اشيك، لازم يبان مثقف ومتفتح اكتر. فاختيار الالفاظ دي بيضيف ليكي مش بيقلل منك، مش زي ما هم متخيلين ان هو لو قال لحد حضرتك يبقى هو بيحترمه زياده عن اللزوم، يبقى هو بيقلل من نفسه. ايه جاب لي ده؟ مفيش اي مقارنه ما بين الاثنين. احترامك للي قدامك بيكبرك. الاحترام من شيء من الكبار، ان انا احترم اللي اكبر مني، ده بيبان تربيتي شكلها ايه. وبعدين يا انجي، حق يقال يعني ان في تغيرات مجتمعيه كتير قوي. وبعدين برضو السوشيال ميديا، عشان بتبعتي انت اللي عارفه سن اللي بتردي عليه، ولا احنا عارفين سن اللي بيكتب لنا تعليق. فالحته دي يعني طريقه التواصل اللي على السوشيال ميديا بينقلوها غصب عنهم. في الحياه العاديه لما بيتقابلوا نفس طريقه الكتابه هي نفس طريقه الكلام. ولما انت مش تبقي معروفه فبتبقي واخده حريتك، لان انت ما عليكيش التزام، ما حدش عارف مين اللي بيرد. فخدوا الاخلاقيات دي ونقلوها للتعامل الطبيعي. زائد انت طبعا عارفه السوشيال ميديا بيخلي التواصل ما بين الناس ضعيف. صحيح، لان الحوار ما بقاش موجود، ما بقاش حد بيصلح لك.